يقول السائل: ما حكم المال الذي يكتسب من تأجير الخيول والدبابات الترفيهية؟ ما هو طيب. لا لا لا، الفلوس اللي تحصل من جراء اللعب، اللي تحصل من جراء اللعب وضياع الوقت، هذه ما هي طيبة. لا نقول إنها حرام، لكن نقول ما هي طيبة، ما هي بكسب نزيه، لأنها في مقابل لهو وفي مقابل لعب. والمسلم عمله جد وعمله نافع ومفيد، يتجنب هذه الأشياء. نعم.